اخواتي كاملين بيكم تقولوا لي الف مبروك، جبرت الدواء ديالي، جبرته اليوم. سمعوا سمعوا، قال لك الشيخ الروحاني المغربي متخصص في عده اعمال روحانيه نذكر لكم منها: جلب الحبيب، جلب البطيخ، فك السح، فك الرمان، رد المطلقات. رد عزيزه، زواج عانس. لي عانس عانس وصافي، لا يوجد قبول. سلب الإرادة، أي هادشي كامل. ربط الجواز مع الزنا وشرب الخمر. شرب الخمر خطر، حرام. قال لك تسيير الأموال، الأموار، الأموال. ما بغاتش نخرج. وفك العين والحسد. حلوة هادي، أحسن طبيب. قبول الهبة والطاعة العمياء. كادو عدل مديرة البنكة، اللي باغي يسرق البنكة يعدل لهم هادي. وباقي الأعمال تجدونها عند الفضيلة الشيخ والاستفتاء استفسار في الواتساب. في الواتساب فينك أخاي؟ هادشي كامل. نسيت واحد اخواتي، قال لك اخوات من الروحانيات لجلب الرزق وغيره. قولوا لي الف مبروك، جبر الطبيب ديالي، فضينا الشيخ الروحاني. عنده كل شيء الشيخ الروحاني، ما عندكش الدواء المصاران، كيحرقوني المصاران. كتضحكوا على الناس هيدا، ياك كداوي كلشي، حتى جلب الحبيب ورات المطلقة. وعندنا النسبة تطلق في المغرب بزاف. رد رد صاحبي، رد قوت الغلاد المعيشة، رد صاحبي، فك السحر. كلشي مسحور. شاكيرا ما كيعدلو لا شي سحور، وميسي وكريستيانو باش ما يدخلوش الكونيس. جواز العانس، واخا ديالي بدا تجوج من الطرف، حتى واحد ما بقى كيجواز الغلاد المعيشة. قبول الهبة والطاعة العمياء، الله يعطيك العمى. جلب الحبيب، مجوج بشي وحدة كتبغيها ولا هيدا علي عندها الفلوس. والله يحفظنا ويحفظكم منك. قال لك الشيخ الروحاني المغربي. مغربي.